كنوجه تحية حب واحترام وتقدير لكل مرأة مغربية، لأنه عهدناها أنها كانت الأم الحنون، المرأة اللي كتخرج تخدم على وليداتها، المرأة اللي كتقابل دارها، فيمكن ما كاينش بحال المرأة المغربية في العالم كله. الحمد لله، يعني كنشوفوا أنه حقوق المرأة يعني غادية وكتحصل عليهم. عهدنا أنه المملكة المغربية دائما كتعطي حق للمرأة، ودائما كتحطها يعني في واحد الإطار عالي جدا، وكتعطيها قيمة كبيرة. وإن شاء الله نتمنى أنه دائما نبقاو في هذه الخانة ديال المرأة المغربية اللي عندها كل حقوقها واللي دائما في الأعالي. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب، وبارطاجيو الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديروا جيم.